الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالغيل والعقبة في ظل تراجع لعناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، حيث تم قتل العشرات وأسر 167 من الحوثيين. وعلى صعيد المواجهات في ميدي في الساحل الغربي لليمن، فإن الجيش الوطني بمساندة مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي أحكم الخناق على تعزيزات للحوثيين قادمة إلى ميدي. المنتصرين فاتحين وبإذن الله قريبا قريبا بإذن الله، كما دحرناهم في مارب وفي نهم وفي كل مكان. أما في تعز فقد استهدفت طائرات التحالف العربي زوارق ومواقع تابعة للميليشيا في ميناء المخا غرب المحافظة، حيث تتواصل الاشتباكات في جبهات مديرية الذباب والوازعية غرب المحافظة وفي مديرية المسراخ ومنطقة جبل الحبشي جنوب المدينة، وسقوط قتلى وجرحى من الطرفين. هذه منطقة ثعابات الساخنة في الجبهة الشرقية، حيث تدور مواجهات عنيفة ومستمرة وسط تقدم لأبطال المقاومة الشعبية وتراجع وانكسار لميليشيا الحوثي وصالح. قناة الشارقة، محمد طاهر، تعز.